السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حبايب قلب ام نسمة اللي بيشوف قناتي لاول مرة يشترك فيها ويدعمنا باللايك الجميل. طبعا طلعت بس قلت اطمن على البط الصغير ده، حطيت له حاجة يا جماعة، بس صراحة ربنا كلها. يعني بصوا، حاجة بتفرق مع البط ما شاء الله، والله بتفرق مع البط. بيضة يا جماعة مسلوقة، يعني بيضة ايه رومي، كانت فاضيه مش عمرانه يعني. فحطيتها له على العلف، فرقتها له كده على العلف، بصوا من الجنب كده فرقتها من العلف من الجنب كده. منه الرومي بياكل معاها، مش الرومي محتاج بروتين، ومنه البط ايه بياكل منها. بس اللهم صل على النبي، بتفرق مع البط. انا لاحظت ان هي ايه لما بحطها للرومي لقيت البط بتفرق معاه برده، فما شاء الله تبارك الله. يعني بصوا يا جماعه، البط والله العظيم يعني حاجه عسل، حاجه عسل العسل كده. سهل في تربيته، ما بيغلبكيش. الحاجه بالذات اللي طالعه عندك زي ما قلت لكم قبل كده، الحاجه طالعه عندك رقت، فما شاء الله بتبقى متحصنه رباني. طبعا هو البط بتاعي واكل وشبعان مبسوطه اهوت ونايم، مش ما بيهجمش على الاكل لما بحط له. انا طلعت اكلته وحطيت له البيضه زي ما قلت لكم كده، عشان انا مش بشيل الاكل من قدام الرومي خالص، فطبعا ايه بيبقى شبعان البط على طول. حبيت بس اقومهم انعنشهم شويه كده، اللهم صل على النبي. هم بيخافوا طول ما انا قاعده قدامهم وبصور كده وبتكلم، فبيخافوا. الكتكوت الرومي ده اتاقلم معاهم اهوت وبقى معاهم ما شاء الله. حتى لو حطيت بيض برضو للرومي، انا بحط ايه للرومي الابيض من وقت للتاني ايه بيضه كده افركها على العلف عشان ازود البروتين مش اكتر. ما عندكيش ما تحطيش، مش لازم، العلف اهو بيمشي وخلاص مع الخلطه اللي احنا عاملينها دي، فمش وحشه حلوه. فاللهم صل على النبي، لقيتها يعني حلوه، فرقت مع البط، فرقت. اللهم صل على النبي. البط دوت هيبقى صدره ابيض يا جماعه، والظهر بتاعه اسود، وفيه اللي تبقى هتبقى جناحاته بيضه، اللي هو فيها حته بيضه الجناح دوت، هتبقى جناحاته بيضه. فما شاء الله، يعني انا بعشق البط المسكوفي ده، بحبه جدا في تربيته. اللي الناس بتقول لا ده البط المسكوفي بيجي له افتراسات وبيعور بعضه، هو عمل عندي كده يعني قبل كده، عمل عض بعضه بس ما اكلش بعضه، يعني مش للدرجه دي، عض جناحات بعضه. بس ليه بقى هقول لكم؟ عشان انا قللت في العلف مره، قللت لهم في العلف. كنت بدات ايه احط بقى رده على تشيشه واقلل اول علف، احط نسبات بسيطه، وساعات ما كنتش احط خالص. فلقيت البط بصوا خلاص هيموت بعضه. فاول حاجه ساعتها قصيت المنقار، اول حاجه ببدا بيها اقص المنقار، وبعد كده رحت ماسكه البط بقى عزلته لوحده، بقى اتاكل ايه كان كبر بقى، بقى تطلعه على السطح، بقيت احط له علف، احط له علف مش صافي، علف نسبه العلف، يعني عامله له وجبه علف ياكلها مع الوجبات التانية، يعني مثلا شويه اكل بيت لما بيكبر بقى، شويه اكل بيت. ده الكلام ده كان عنده حوالي شهرين، فبقى انا بدات ايه الخبط بقى في الاكل. رحت بعد كده بقيت احط الاكل مثلا شويه دشيشه على شويه رده خشنه، بجيب رده خشنه واحط مثلا لو عندي شويه اكل بيت، واروح حاطه بقى عامله وجبه علف لوحدها كده. ان شاء الله حتى احط لهم نص كيلو في اليوم او كيلو زي ما تقدري حسب كميه البط اللي عندي. يعني انا كان عندي حوالي ساعتها كان 9 بطات، كان فيهم معرفش انتيتين وسبع ذكوره، فكنت مربياهم دول، فما شاء الله لقيتهم هيموتوا بعض، فلحقتهم بقى، لحقتهم بالعلف. والله يا جماعه وحياه ربنا من غير علاج ولا اي حاجه، قصيت المنقار ورجعت اكل علف تاني، والله البط بقى ما شاء الله جميل جدا. فالتأسيس حلو، التأسيس من الاول حلو، بيخلي الحاجه معاكي تريحك، ولا تحتاجي بقى تبقي قلقان. ده ساعات البط والطيور بتاكل بعضها لحد ما بتطلع مصارين بعضها يا جدعان، والله والله ساعات بتعمل كده لحد لو مؤاخذه ما بتاكل المؤخره من ورا، بتفتح لمعده البطه ولا الفرخه. فيعني خلي بالكم من الموضوع ده، ما تحرموش طيوركم من العلف، يعني حتى لو نسبات بسيطه، عشان انت بتربي ليه؟ مش عشان حاجه تكبر معاكي بسرعه وتنتج عندك، او مثلا تذبحي منها لبيتك. ما انا مش هربي واقعد بقى اعلل بقى اقعد الحاجه عندي كتير، انا عايزه البط ده ينطر معايا بسرعه ويشيل اوزان، اذبح منه البيت لو انا هبيع، هبيع منه لو مثلا انا جايباه تجاره. بنعمل كده عشان نخلص نفسنا، لكن هتكل على الاكل اللي هو الهفا، يبقى الحاجه مش هتكبر معايا ومش هتتاسس، هتلاقي الحاجه كلها ريش على الفاضي، وتشيلي كده ما تلاقيش، تنفخي فيها تطير، ما تلاقيش فيها اكل. اللهم صل على النبي. انا هو الاكل بتاعهم، هتقولي ده انت حاطه علف كتير قوي، حطاه مش عشانهم انا، لو البط دوت مش هحط له يعني هحط له ربع كيلو، انا كنت حطاهم لوحدهم الاول، كنت بحط لهم رميات علف كده في ايدي كده، ما بحطش كتير، لكن العلف ده انا حطاه عشان الرومي. الرومي تعرفون انا حطاه معاه في الاوضه اهو، فحطاه معايا عشان اخلص من دوره الرومي دي واذبحهم بقى
وافوق منهم ان شاء الله. بس ان شاء الله هيقعدوا كده ايه اللي بعد رمضان، عشان دلوقتي في رمضان مش هذبحهم لسه طبعا صغيرين، اللي هو الرومي ما اتكلمش على البط، انا بتكلم عن الرومي. فطبعا ايه كلامي يا جماعه، ايه خلي بالكم من طيوركم عشان الافتراسات يا جماعه، وبرده طيور زي كده دفوها، الجو برد الايام دي وكله امراض وكله فيروس وجع قلب. فبصوا دول انا مخبيهم فين، والله مخبيهم في الاوضه دي كده ما بيشوفوش السطح نهائي، او والباب بتاع ده مقفول عليهم، يعني ممكن اقول لكم يقعد يومين مقفول السلك دوت بالكيس اللي انا حاطاه ده، بروح حاطاه على السلك وقافله بيه. ليه بقى؟ بخاف على البط اللي هيتعيا مني، والروم ده شايف الروميه عامله ازاي، مش عايزه تخف اهي، بصوا وشها عامل زي البالونه اهي، والله عالجت لما زهقت. يلا بقى، بس اخواتها الحمد لله يعني ربنا كريم، ده اخوها هناك اهوت واقف، ولا اختها، ودوت التاني اهوت، وربنا يبارك. حبيت بس اوريكم اصور معاكم البط بتاعنا، اللهم صل على النبي. حتى البطايه اللي هي بصوا اللي هي اللي يعتبر ايه، بيقولوا هي تشوفوها تقولوا ده بلدي، بس هي خليط برضو، دي خليط، اللهم صل على النبي. بصوا حظنا حلو طلعت ذكر اهي، طلعت ما شاء الله ذكر، راسها كبيره. بصوا بصوا متعودين على الرومي ازاي بيجروا ورا الرومي، اه ما شاء الله، هم خلاص خدوا على الرومي بقى في رجليه في كل حته، فما شاء الله تبارك الله. فارق معاهم يا جماعه البتاع اللي انا حطيتها دي، البيضه اللي انا حطيتها لهم دي، والله فرقت معاهم. فحبيت اقول لكم يعني عندك بيض بط مثلا، بيضه طلعت فاضيه، بيضه طلعت مش عارفه ايه اتكسرت، اعمليها على البط حتى لو فرقتيها على العلف، والله اللهم صل على النبي جميل جدا جميل، بتبقى البروتين ايه بتعلي البروتين معاهم، وبيخلي البط ايه عظمه يقوى كده ويبقى كويس معاكي. اه اللهم صل على النبي. بصوا حتى الاكل بياكلوه معاهم، حاولت اركنهم على جنب بس قبل ما اصور كده، بصوا احط لهم الاكل مش راضيين ياكلوا، لما الرومي راح ياكل راحوا ياكلوا معاهم، سبحان الله خدوا عليهم وتعودوا عليهم خلاص ما شاء الله يعني تبارك الله. فتعالوا بقى ايه نشوف الروميه بتاعتنا دي، همسكها مش هصورها معاكم حتى عشان ايه المنظر مش حلو فهتتضايقوا. ايه هنضف لها وشها وكده واصفيه، وربنا ايه يبارك. وده طبعا الكتكوز الرومي اهو، بصوا ما شاء الله يا جماعه، اللهم صل على النبي، كبروا بقى حلو اهو، مش عارفه ده هيبقى ديك تقريبا ولا بربره مش عارفه، هو شكله في حمصه فوق راسه، خير ممكن هيكون ديك ان شاء الله، يا رب ربنا كريم كده ويطلع ديك ان شاء الله. حبيت اصورهم معاكم بس عشان حبايبي في ناس بتحب البط الصغير دوت، فبتقولي يا ام نسمه دايما ايه صورنا البطوط الصغير البطاطيط الصغيرين، فما شاء الله انا زيكم بحب الحاجات الصغيره جدا، والله بحبهم جدا يعني، بحب اصورهم بحب اطلع اكلهم واقعد قدامهم على طول. بصوا يعني بصوا العمى يعني بصوا دايس فين في الاكله نفسها، حاجه صعبه بجد يعني. فيعني حبيت ايه اصورهم معاكم عشان ساعات ما بصورهمش الا وسط الطيور كده، فما بيبانوش ولا بيظهروا، فما شاء الله تبارك الله. زي ما بقول لكم اكلوا زي ما بقول لكم كده يا جماعه، ما تحرموش الطيور، اكلوا في الاول وبعد كده ابقى ايه قللوا. انا برضو يعني زيكم ببقى يعني غلو العلف مضايقني وخانقني، بس ايه لازم دي حاجه لابد منها. انت لو اشتريتي دكر البط من بره دلوقتي، البط في رمضان اسعاره معديه، انا كنت بسمع 150 و160 وفي ناس قالت 170، انا ما اشتريتوش، انا كنت بسمع من الناس، الله اعلم هو اسعاره كده ولا لا.